اهلا وسهلا بكل مشاهدي موقع خضر. الحلقه اللي تغطيتنا النهارده هنتكلم فيها عن سلعه مهمه جدا تقريبا لا غنى عنها في اي بيت مصري، وهو الارز. الارز هو سلعه اساسيه ومهمه جدا لا غنى عنها زي ما قلنا للمصري، عشان كده الحكومه اصدرت قرارات هامه جدا بتمنع فيها الاحتكار، احتكار الرز من قبل. مش بس كده، كمان المواطن العادي اللي بيخزن رز كتير كمان الحكومة أصدرت بشأنه عدة قرارات بسبب الأزمة اللي حصلت في الفترة الأخيرة. تعالوا نشوف تغطيتنا إيه هي التطورات بشأن سلعة الأرز، ونعرف كمان إيه التحذير اللي وجهه جهاز حماية المستهلك لأي حد بيقوم بتخزين الأرز. خليكم معانا. شهدت أسعار الأرز خلال الفترة الأخيرة أزمة بسبب احتكار البعض للسلعة دي، لأن هي سلعة استراتيجية. كمان بعض التجار قاموا برفع سعرها. الأمر ده دفع وزارة التموين والأجهزة الرقابية إن هي تتدخل فورا وتاخد عدد من الإجراءات في هذا الشأن. وواجه جهاز حماية المستهلك تحذير كبير وشديد اللهجة للمحتكرين والتجار المتدربين في الأرض، ما فيهم حتى المواطن العادي، ولا سيتم تطبيق العقوبة. أي سواء كان تاجر أو مواطن هنلاقي عنده رز شعير بدون إخطار من مديرية التموين، ده هيعتبر حاجب سلعة وهيتم تطبيق العقوبة عليه. ده كان تحذير رئيس جهاز حماية المستهلك أيمن حسام الدين. كمان أكد رئيس الجهاز إن في مهلة لكل اللي بيخزنوا أرز الشعير بأي كمية. طيب تكون قد إيه المهلة دي؟ قال 3 سنين. ليه؟ اختار مديرية إن أنت تخطر المديرية بالكميات الموجودة عندك، وليه موجودة عندك؟ الضرر منها. ومؤكد إن بعد انتهاء المهلة دي أي حد أو أي شخص هيخزن رز عنده من غير ما يكون في إخطار من وزارة التموين هيقع تحت طائلة القانون. واضح كمان من رئيس جهاز حماية المستهلك ان احتياطي للارز البلد في مصر التمويل بيتجاوز 5 شهور. وجدت التصريحات بتاعة رئيس حماية المستهلك بتزامن مع قرار مجلس الوزراء باعتبار ان الرز سلعة استراتيجية، وده القضاء على خدمة اشتباه التجار، وهي شريحة من الناس بتعمل ايه؟ بتضارب في الارز بشكل غير مشروع وبتخزنه، وده بدأ يتسبب في أزمة. عشان كده أكد رئيس حماية المستهلك ان الهيئة طلب من وزير التموين بتفعيل الماده 8 من قانون حمايه المستهلك باعتبار ان الارز سلعه استراتيجيه، واللي بيقوم باحتكارها او تخزينها يعاقب بالحبس، ويطرح للقاضي تقدير المده على الا تقل عن سنه. تمام؟ اضافه الى غرامه ماليه تصل الى 2 مليون جنيه. طيب من ناحيه ثانيه، سبق وجه الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجاره الداخليه الشركه القابضه للصناعات الغذائيه بإتاحة وتوفير وزيادة المعروض من الرز الأبيض داخل المنظومة التموينية بسعر 10 جنيه ونص. 10 جنيه ونص ده كان سعر الكيلو. كمان البيع الحر للرز الأبيض أو البلدي بيكون ب14.5 جنيه للكيلو، ده في كل الفروع، كل فروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى المحافظات أو على مستوى الجمهورية، وبيصل عادة 1300 مجمع استهلاكي. كمان وجه المصرفي للشركه القابضه للصناعات الغذائيه باستمرار اتاحه توفير الرز الابيض البلدي لكافه السلاسل التجاريه في المحافظات وباسعار متفاوته حسب درجه الجوده والرتبه ونسبه الكسر، لان زي ما احنا عارفين بيختلف سعر الرز وفق هذه العوامل من مكان لاخر. طيب قبل ده كان موافق مجلس الوزراء على مشروع قرار نص على استثناء الارز من تطبيق احكام قرار مجلس الوزراء رقم 66 سنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الأرز الأبيض. الأرز الأبيض الفاخر العريض اللي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3% على أن يكون معبأ تعبئة فاخرة، ما يزيدش سعر بيعه عن 18 جنيه للكيلو. كمان الجريدة الرسمية نشرت في العدد 35 مقرر ذلك بتاريخ 6 سبتمبر 2022 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022. القرار كان بشأن إيه؟ بشأن إنه يحدد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض على النحو التالي: كيلو الأرز الأبيض المعبأ لا يزيد عن 15 جنيه، كيلو الأرز الأبيض غير المعبأ اللي هو السايب يعني لا يزيد عن 12 جنيه. طيب إيه تاني؟ هو واضح كده من القرارات اللي بيتم اتخاذها حاليا إن الحكومة عموما مهتمة اهتمام كبير جدا بتوفير سريعة الأرز، خصوصا بعد الأزمة الحقيقة الأخيرة اللي حصلت في الأسواق، هي مهتمة جدا بده. كمان في مراقبه لكل من يتسبب في احداث ازمه مره ثانيه. ودي كانت كل التفاصيل تقريبا بشان اللي حصل مؤخرا او الازمه المؤخره بشان
الارض خلي بالكم نداء كل المواطنين وكل التجار ان الرز يتم اختياره ضد التجميد، لان في مهله 3 ايام، بعد 3 ايام كل اللي ما بلغش هيقع تحت طائله القانون. نشكر حضراتكم على المتابعه ولسه متابعين معاكم كل جديد.